السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفنا ياريت تدعمنا باشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو متنساش تدوسلنا لايك. النهاردة جايب لكم موقع، الموقع ده أنا شرحته قبل كده بس كان الصوت بتاعه مش حلو. النهاردة هشرحه لكم مرة تانية ومع إثبات الدفع إن شاء الله. دي واجهة الموقع، التسجيل من الموقع هندوس هنا اهو، هنا هنكتب الايميل، بعد كده الاسم، بعد كده الباسورد، اعادة الباسورد. يبقى احنا كده، وهندوس اشتراك، هندوس هنا الاول وبعد كده ندوس اشتراك. يبقى احنا كده ايه، سجلنا في الموقع بنجاح. هنا هنكتب بقى الاسم والايميل عشان نخش ايه على الموقع، الاسم والباسورد. هندوس هنا كده هنحل ايه الكواتشة، طالب سيارة، كده احنا ايه دخلنا الموقع. دي واجهة الموقع من الداخل. هنترجم الموقع باللغة العربية عشان ايه يبقى كل حاجة قدامنا ايه. ياريت تخشوا على جوجل وتفتحوا موقع على جوجل عشان تقدروا تترجموا باللغة العربية وتقدروا ايه تفهموا منه كل حاجة. اول حاجة هنا الحساب بتاعنا اللي هي الصفحة ديت، صفحة الحساب. بعد كده شراء ايه الفطر. الموقع بيديك 10 روبل الاول بتشتري بهم الفطر الاولاني ده، هو بيحط لك الفطر الاولاني دوت بتشتغل عليه كل يوم، تخش تجمع ايه الفطر. يعني مثلا من هنا كده هتخش تالت واحدة دي اهو، هنا عندي 11 ماسة. المسا دي اللي بتستخرجها الارباح بتاعتك، بتدوس هنا كده بيقولك في الحساب بتاعك من هنا للسحب، وفوق بيبقى ايه للشراء، ده اللي في المكافآت. هنا لو هتضيف رصيد لو عايز تشتري ايه تزود الفطر بتاعك، يعني من هنا كده نخش شراء الفطر. اول واحد ب10 روبل، التاني ب100 روبل، التالت ب50 وب100 وهكذا. يعني ايه حسب انت عايز تستثمر، عايز تستثمر وتشتري فطر وتزود ارباحك ايه في الموقع. تالت واحدة دي اضافة رصيد لو انت عايز تضيف رصيد، رابع واحدة وايه وتشتري من الموقع. هنا لو هتبدل مثلا، لو عندك رصيد في الاموال وعايز تبدله عشان ايه تخليه للشراء، ومن هنا سحب الرصيد. انا عندي هنا ايه، انا هوريك طريقة السحب بتاعت عندي في اتنين، عندي 2 روبل نعمل عملية سحب قدامكم اهو. هدوس كده، انا كتبت الرصيد اللي عندي، هقوم دايس دفع. بص تم الدفع كده ايه، دفع بنجاح. بص دي سحوباتي كلها من الموقع زي ما انتوا شايفين. اخر حاجة ال2 روبل وايه 29 سنت. من هنا المكافأة، يعني هنا ايه المكافأة اهي، يومية كل يوم تخش تاخد المكافأة ديت، دي بيزود لك رصيد الشراء. هنا اداني 8 اهو، يزيدوا فوق هنا اهو للشراء. من هنا بقى الإحالات للشركاء، دي الإحالات. من هنا ده الرابط بتاعك، وده رابط برضو اللي انت عايز تشتغل فيه تشتغل عليه. ودي هنا لافتات بتديك صور بمقاسات معينة انت عايز تنشرها للموقع. اهم حاجة بقى متنسوش بقى ايه، بصوا ده هنا المواقع، مواقع الاستخراج دي اللي هي بتاعت ايه، بتديك تشوف المواقع وتديك ايه، يعني هو الموقع اهو بتفتحه من هنا زي ما انت شايف تحت بيعد، عداد بيعد دوت 20 ثانية، ده بيزود لك رصيد بسرعة وتقدر تسحب منه. ممكن لو كل يوم تشوف الاعلانات ديت وتسحب وتجمع ارباحك ممكن تسحب كل يومين اهو ب47. هقول لك فين رقم 47،
رقم 41 ايه اهو اهو اداني ايه اربع مسات. انا ما كانش عندي حاجه ولسه ساحب. لو عملت ريفرش للصفحه اهو اداني هنا اربعه اهم، زودهم لي هنا. هنترجم تاني باللغه العربيه. هنا لو هضيف موقع، لو عندك موقع او مدونه ممكن تضيفها هنا اهوت، بتبقى في الموقع ال، وهنا في مسابقات وقصص، وهنا خروج الموقع. عدد بقى المشتركين في الموقع 19440، والجداد 415. مجموع الموارد المجددة زي ما انتم شايفين كده، ايه كل حاجة في الموقع. يا ريت لو عجبكم، انا هسيب لكم رابط الفيديو تحت، رابط الموقع لو حبيت تسجل، سجل فيه حاجة ترجع لك. ويا ريت لو يا ريت ما تنسوناش وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ولو عجبك الفيديو دوس لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب يكون عجبكم الفيديو.